الإخوة والأخوات الأحباء، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. اليوم هذه الحلقة بعيدة عن شمعة الحياة وبعيدة عن الأمور الأخرى. الحلقة هذه عن زراعة السجاد. شوفوا هذه الزهرة الجميلة، الوردة الجميلة. الحلقة هي هذه بسيطة، فأنا أحد المتابعات إلي في ألمانيا من العراق، أخت عراقية سألتني كيف تحصل على البذور. هذه البذور الأولى، هذه أنا أقربها، هذه أنا طلبتها من الإنترنت وزرعت من هذه الشجرة، ومع العلم أنه مصورين عدة ألوان ولكن طلع اللون هذا بس، وأنا زرعت يعني في عندي عدة شتلات ولكن كله تقريبا نفس النوع. هذا اليوم أنا اشتريته من محل بيع الورود، واسمه بالاسم العلمي اللي هو هنا، هاي الاسم العلمي هاي شايفينه، كليوس بلوماي اسمها. وهذه الوردة محبوبة في البلاد العربية، والمشكلة في زراعة هذه الوردة اللي هو الحصول إما عن البذور أو الحصول، لأن هي ممكن تتكاثر عن طريق، هي هذه وردة هذه عمرها تقريبا 6 أسابيع، أو ممكن تتكاثر عن طريق الأغصان. نأخذ الأغصان هذا ونحطه، إذا عندكم في حدا عنده شجرة فتجيبوا غصن من هذا تحطوه في التربة أو تحطوه في المية بجدر مباشرة، هيك كنا نعمل في فلسطين. فهذه شجرة محبوبة يعني من، ولكنها بعد هيك بتحمل زهرة، والزهرة بتحمل بذور، والبذور شكلها زي هيك. أوريكم شايفيها النقاط السمراء، هذه هي هذه البذور. هذا الباكيت اللي اشتريناه اليوم، لعله احنا بدنا نزرع منه، لعل وعسى. شايفين هاي البذور تبعته، وحط حاطين هاي الباكيت، وبعدين هنا كاتبين لك طريقة الزراعة عليه كيف تطرق. هي صح، هيك صح. طريقة الزراعة مكتوب غانزيرش يعني طول العام، بعدين الإنبات بين 20 إلى 25 درجة مئوية. طبعا احنا درجات الحرارة عندنا تقريبا اليوم يمكن 20 يعني، فبس انا طبعا احطها في الحمام. بعدين هي مكتوب انه بدها مشمس، والتربة تكون هوموس يعني، وانه يكون ما فيش فيها، يكون اللي هو الجير يعني اللي هو الابيض هذا. والإزهار بعد ما تحمل الورقة الخامسة يعني، فمعلومات بسيطة يعني. ما هي أصلا هذه الوردة، هذه اللي ما بعرفش يزرع، هذا اللي بحب، هذه بنزرعها، هذه بنزرعها للناس المبتدئين، لأنه هذه نجاحها تقريبا 100%. طب كيف بدنا نزرعها؟ عملية بسيطة زي ما قلت لكم. هذه على فكرة الوردة هذه أنا من السنة اللي فاتت البذور نسيت بذرة، طلعت هي العام الواحدة، هذه ما زرعتهاش العام هذه. أنا كنت ناوي أزرع، أبدأ زراعة الآن يعني، لأني بزرعش أنا في قبل، ولكن هذه كانت مبكرة وكانت في الحمام وطلعت من واحدها من البذور من شتلات العام الماضي. فإحنا هنفتح الباكيت هذا، البذور صغيرة جدا، فإحنا هنحط في هذا شوية بذور عشان نشوف قديش يعني. احنا بدنا بس 5 بذور او 6 بذور يعني، بدناش نزرع هذا وكل الكمية هذه، لان ايش بدي اسوي فيها؟ انا ما عنديش مشتل، انا بدي بس بدي اكم من وردة حتى نكون منوعات يعني. هو صعب انه ينزلوا من الباكيت اصلا. ما فيش مجال، لازم نفتح الباكيت لأنه زي المغناطيس هذا. واحنا هناخذ هذه الكمية فقط، أوريكم إياها على الكاميرا هنا، شايفين بس تقريبا 20 بذرة، وحنوزعهن هنا
هنوزعهم هنا عشان نوريك بالكاميرا، وناخد كمان بذرة، كم بذرة زوادة. خلاص يكفي. وهذا في الغطاء هنا. وبعد هيك نسقيهم، فنكون احنا هذه تنبت مباشرة، يعني هي سريعة الانبات، ما تغطوهم بتراب، بس هي بس شفتوا انتوا، بس تبذروا هيك وتسقوهم بالمية وتحطوهم في مكان هذا بحب الشمس. وبعد تقريبا 4 أسابيع إلى 6 أسابيع بتكون الوردة وصلت بهذا الشكل، وهي تكبر طبعا وتزهر وتخلي الزهور عليها. وطبعا هم حاطين في الظرف، حاطين هذه الوردة على أساس نعرف إيش هي هذه الوردة، فنحط هذه لأنه أنا عندي كثير من الأشجار. فبتكون هيك نكون إحنا وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج. وإذا في عندكم أسئلة عن السجاد وكيفية السجاد ومن وين تحصل البذور، أنا زي ما قلت لكم هذه اشتريت اليوم من محل الزهور، في محل اسمه الهاجباو عندنا، هو ببيع يعني عنده أغراض البناء وأغراض الزراعة، فأنا اشتريتها منه. نحط باقي البذور، نحطها مع البذور القديمة، نحتفظ فيها، احنا ما نحتاج كل هذه الكمية. نكون وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، ونقول لكم إن شاء الله إذا ما كنتوش من المتابعين لا تنسونا من الضغط على زر المتابعة، وإذا أعجبتكم فيديوهاتي لا تنسونا من الضغط على زر الإعجاب. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر. بالنسبة للأخوة والأخوات اللي سألوا عن البامبوس، كيف تزرع البامبوس إذا من الجذور، أو الأخت اللي سألت عن اللي المادة تبعت الكومبوست، أو في الأخ اللي سأل عن اسمي مش عارف يكتب اسمي بالإنجليزي، اكتب سعيد بالعربي يكفي. فأعملكم إن شاء الله حلقة بسيطة أجاوب لكم عن هذه بعض الأسئلة. أنا عملت تحضيرات للبامبوس وعملت تحضيرات لمادة الكومبوست، وأشرح لكم إياها بطريقة بسيطة في يعني حلقة بسيطة من تقريبا 4 أو 5 دقائق للإجابة على أسئلتكم. وإن شاء الله يكون الفيديو أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر. مع ألف سلامة. ما نسيتكوش.